عاوزك تطمني خالص يا ام بهجت. بهجت قاعد قدامي اهو زي الفل. ايوه يا فوس. معايا اهو. انا مش فاهم انت كنت قلقانه ليه يا فوس؟ ده انت مخطوبه لظابط مباحث، والله لو كانوا خدوه فين كنت هجيبه برضه. كاس عماهم يا سعاد، وحياتك ادينا لهم علقه ما كلهاش حمار في مطلع. الو، ايوه يا فرح، احنا جايين على البيت اهو. لا روحي قدمي الحلقه بتاعتك وانت في احلى مود. كل واحد بيكلم مراته يطمنها عليه ويحكي لها على بطولاته، وانا يا كلابي يا ولاد الكلب مش لاقي واحد الست برضه يطمنها عليا. اديني عيشه. ايوه يا فرح، اديني عيشه عشان بهجت عايز يكلمها. ايه مش موجوده؟ راحت فين؟ ايوه يا شلبي. ايوه عيشه، وحشتيني عيشه قوي. انا بحبك عيشه. بهجت انت فين يا بهجت؟ انت بتتكلم منين؟ انت اللي فين؟ فين؟ في ابو النمرس؟ بتعملي ايه في ابو النمرس؟ هو انت مخطوفه انت كمان؟ وازاي تعملي كده؟ طيب اقعدي في العربيه وقفلي عليكي واحنا جايين لك. حاضر. في ايه يا بقى؟ عيشه واقفه لوحديها في حته مقطوعه ومعاها 1,000,000 جنيه. لقيت امكم ميته في جلدها بس مكشره وعامله قليعني يعني مش هاممها. رحت جاي وراها وحاطط صباعي في ظهرها. قلت لها ارفعي ايدك لفوق، راح ترقع بالصوت. ده ذنبي اللي كنت عايزه اخلصك الحق عليا. يلا يا بهجت، تلاقي معدتك نشفت من اكل العصابه. والله اكل العصابه كان احسن من الاكل اللي انت بتعمله. اسمحوا لي بقى بالمناسبه السعيده دي ورجوع بهجت لينا بالسلامه، ان انا لازم اعزف لكم حاجه. يلا معايا يا بهيج على تشيلو، بس وانت قاعده ما تقوميش. بقول لك ايه، انت لو عزفت اي حاجه دلوقتي هرجع للعصابه تاني. انا مش ناقص قلب الدماغ. طب والله يا بهجت، طول ما انت غايب واحنا ما دقنا طعم النوم ولا طعم الاكل. على فكره كويس قوي ان انت رجعت النهارده. انا كنت متفق مع اصحابي في الالترس لو ما رجعتش لحد بكره الصبح هنروح نعمل مظاهره قدام باب الوزاره لحد ما نقيل الوزير. معلش يا فوسي، انا عارف ان هو حماكي بس ده بهجت برضه. لا ما تقلقش يا بيبو، ما بقتش فرق خلاص. انما الواد عزوز ازاي يعمل كده؟ الواد ده اتجنن ولا ايه؟ اتجنن ببوسي، بيحب بوسي وعايز يتجوزها. ده يتجوز بوسي؟ اول مره اشوف واحد بيحب واحده وبيخطف ابوها. طب يخطف امها؟ طيب. طب كان يعملها كده وكان هيشوف اللي عمره ما شافه هو والصيع اللي معاه. لما انت يا بوسي ساكته كده يعني، على علم كل البلاوي اللي بتحصل لنا دي بسببك. والله يا بهجت انا مش عارفه اتكلم من فرحتي انك رجعت، انا كنت هموت من غيرك. فين ابوها؟ طب انت خسيتي كده ليه؟ تاكليش محشي؟ كل محشي. السلام عليكم. خير يا معلم، في حاجه؟ أؤمر. أنا بس عايز أقابل بهجت باشا. بعد اللي عملتوه فينا؟ أنت لسه لك عين تيجي لحد هنا؟ بس يا عيشة. اتفضل يا معلم عبده، اتفضل. اتفضل. أنا مش عارف أقول لك إيه. حقك عليا. الواد عزوز اترمى في السجن وخد جزاؤه. إن شاء الله حتى يحكموا عليه بالإعدام بعد اللي عمله معاك. لا ابني ولا اعرفه. حصل خير يا معلم، حصل خير، مفيش حاجه. انت مالكش ذنب في الموضوع ده، انت راجل طيب ومجدع وابن بلد. انا عارف انك انت بتحبني ولا يمكن تفكر انك انت تاذيني. ربنا وحده اللي يعلم معزتك وغلاوتك عندي قد ايه. الو. ايوه يا انكل. ميرسي يا انكل. يا سلام. ايوه كده صوتك اتغير خالص. بسم الله ما شاء الله. الوالد جنبك؟ طب اديهوني اكلمه. اوكي. بابا انكل فاروق عايز يكلم حضرتك. فاروق مين؟ وزير الداخليه يا بابا. معالي الباشا، الله يسلم سعادتك. انا شاكر اهتمامك والله. ده واجبنا بهجت باشا. عقيدة الداخلية إن الشرطة دائما في خدمة المواطن. لا، عقيدة إيه واجباتي؟ ده مش هيفهم الكلام ده، كلمه على العشاء بكرة عندهم بسرعة عشان هعزم نفسي عند الراجل إزاي بس؟ هفرض نفسي عليه؟
مش جايز مش عامل حسابه مش عامل حسابه دول بياكلوا كل ربع ساعة ده عنده 2 شيفات قد الدنيا قول له بس على العشاء بكرة قول له بس بسرعة طيب ايوه يا بهجت باشا يا باشا والله كان لازم اجي اشكرك بنفسي لا والله لا وغشت ازاي بقى ألف عبد الله على السلامة يا حاج ألف عبد الله على السلامة نورت بيتك يا خال نورت بيتك هفضلك دلوقتي هفضلك انا معايا وزير الداخليه على التليفون تحب اكلمه لك يكلم وزير التعليم لا يا اخي ما تكلموش انا رجعت الشغل تاني رجعت الشغل ابو زيدك ما تكلمه ايوه بهجت باشا طبعا طبعا في الحقيقه انا سايبك تستمتع مع اسرتك وان شاء الله هيبقى لنا لقاء قريب قوي عشان نطلب ايد الانسه بوسي رسميا لابننا سيف هات البتاع ده هات ايه يا ابني ثانيه واحده بس البتاع ده ايوه بهجت بابا مكسوف يقول لك ان احنا هنيجي نتعشى بكره عندكم ان شاء الله هات هات بكره بالليل هات يا ابني انا الحمد لله سيف هات التليفون ايه اللي تزوق دي خلصت ايه ده عيب يا ولد والله والله انا مش عارف اقول لك ايه يا بهجت بيه انا اسف جدا اولاد منفلته على الاخر مش هيفهم الكلام ده طبعا طبعا بالعكس ده شرف لينا خلاص خلاص ان شاء الله بكره هنشرب بالزياره دي يلا يلا لف ايدك شوية خش هذا حمادة يلا وسعي يلا هات رش هذا حمادة رش عشان ربنا يكرمنا السلام عليكم يا معلم عليكم السلام ايه ده عزوز ايوه يابا اصل عم بهجت جالي النيابه وخرجني وكمان دفع لي الكفاله كفاله ويخرجك ليه انت يا بتعمل انت بتعمل ايه ما تمدش ايدك على الواد عشان خاطر عيونك بس يا باشا وطي ياض بوس ايد الباشا بس 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 انما هي الحاره مرشاه بوليس كده ليه كل ده عشان الوزير جاي يتعشى معانا ده احنا نشيلهم فوق راسنا يا باشا